السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معاكم عن المشاكل اللي موجودة الآن في الـ 12.1.1 والتركات برضو اللي موجودة عليه، عن الأشياء اللي تقدر تسويها تلعب في النظام أو شيء. طبعا خلينا نتكلم عن أول شيء عن المشكلة. المشكلة موجودة في الـ 12.1.1 وبرضو موجودة بذكرها في الإصدارات القديمة وأبي الآن ما حلتها. طبعا المشكلة لازم يكون جهازك في زر البصمة اللي تحت أو زر الهوم. لو بتروح مثلا مكان وجد سنة تسحب صبعك للأسفل تضغط زر الهوم اللي تحت يعلق الجهاز ويعيد تشغيله. مثل ما نشوف لو تسوي كذا نسحب ونضغط. طبعا هذه المشكلة موجودة من السوفتويرات القديمة الآن أبل ما حلتها. ما أدري ليش، هل ما راح تهتم بزر البصمة إنه خلاص أو ما أدري ليش يعني. فالأجهزة الجديدة الآن اللي هي بس بالفيس آي دي ما بهذه المشكلة. طبعا هذا أول مشكلة. لو نسويها مرة ثانية كل مرة تصير لك، يعني ما أحيانا تصير وأحيانا ما تصير الجلتش أو شيء، لا المشكلة موجودة بنفس السوفتوير أبل ما بمفترة لها. مثلا ننزل مرة ثانية ونضغط الزر والجلتش اللي موجود الثاني أو الحركة اللي نقدر تسويها، مثلا لو تقدر تصور والشاشة مسكرة. المشكلة موجودة الحين على السوفتوير هذا. لو أنك تخش مثلا متصور فيديو وتحطه عام عشان نسمع صوت التصوير، نرفع الصوت مثلا. لو بنصور فيديو نخلي على الفيديو نضغط، هذا بدأ يصور الحين. نقدر ننزل الشاشة ونروح على أي مكان هنا، يعني مثلا نلعب في الجهاز كذا، جهاز يعتبر مطفي بس الجهاز الآن يصور في الخلفية. لو بنروح يمين نشوفه قاعد يصور، شوف الوقت يمشي قاعد يصور الجهاز. يعني لو شخص يقول لك قاعد تصور نقول له لا ما أصورك، هو جالس أنا في الخلفية هنا كل جهاز قاعد يصور. طبعا هذه موجودة حتى في الجوالات الجديدة مش بس الجوال القديم. بس تبي توقف التصوير تضغط الزر تطلع برا كذا، وقف والتسجيل موجود عندك في الجهاز مثل ما تشوفونه هنا. هذه برضو مشكلة موجودة في آخر سوفتوير. في حركة حلوة بحط لكم الرابط حقها في الوصف تحت، رابط الاختصار هذا. وهو الاختصار انك وعندك حافظة ما تقدر تخلي الحافظة بدون اسم. لو نمسح هذه الحافظة ونحط سبيس مثلا نخليها بدون اسم راح ترجع لي بالاسم القديم. كيف؟ ما أقدر أحذف كل شيء، لازم يكون فيها اسم. لكن في اختصار هنا لو نضغط عليه مثل هذا هو الاختصار، نضغط أوكي أوكي نخلص. نروح الحين الحافظة نحذف الاسم، نسوي لصق كذا تم كذا، صارت عندك الحافظة هذه بدون اسم. وبس هذه المشاكل والحيل الموجودة في آخر سوفتوير 12.1.1. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.